أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة نرجعني نعمل الآن عملية الديليت في طبل ليست بالشكل التالي. فإحنا بدنا نحذف النود. أول إشي بعمل نود جديد وببحث عن الداتا، فهذا برجع لي. طبعا هذه الميثود عملناها بترجع ريفرنس على مين؟ بترجع على ريفرنس على الإليمنت اللي إحنا بدنا نحذفه. طيب نسأل سؤال F إذا كان السي أول إشي لا يساوي نول، نكرر جنة لأن العنصر مش موجود صح؟ إذا كانت نول هنا بدنا نقول إلس إن العنصر إيش؟ العنصر مش موجود. سيستم دوت أوت دوت برنت برنت لاين. أوكي هي ان ثلاث حالات في الديليت في الدبل ليست. اول حاله لو كان عنصر في الاول هيبدا سبيشال كيس، فكيف بدنا نعرف انه الداتا في الاول؟ بدنا نسال اف انه سي بيساوي مين؟ بيساوي ستارت. رجع لي الداتا موجوده عند ستارت وبده يرجع لي ستارت صح؟ نفس الادرس تبع ستارت حيرجع ريفرنس، فبالتالي انا بدي اقول ستارت بيساوي ايش؟ ستارت دوت ميكس بس، فبرخي العنصر اللي قبله. وكمان البريفيس تبعه ستار دوت بريفيس هلا بيساوي ايش؟ بيساوي نول. تمام. فهيك انا حذفت اذا كانت ستار. الحاله الثانيه ايز اللي هي اف اذا كانت ستار السي لا يساوي ستار يساوي لاست. فينا ثلاث حالات، انه يا اما الاليمنت بده يكون في الاول، هي سبيشال كيس، يا اما الاليمنت بيكون في الاخر، يعني انه سي بيساوي لاست حيرجع لي لاست، فبالتالي برضه سبيشال كيس هذا حتعامل معه. يا اما لا بيساوي لاست ولا بيساوي ستارت معناته في النص، هاي بدنا نتعامل معها اللي هي هذه الجنرال اللي ممكن اي عنصر يكون في الوسط. فبدي اتعامل معها بشكل التالي. كيف بدنا نحذفها؟ بدنا نقول اللي هو سي دوت نيكس دوت بريفيس بيساوي سي دوت بريفيس، بعدين سي دوت بريفيس دوت نيكس بيساوي سي دوت نيكس. اوكي، خلينا هلا بنشرحها على الرسم وبعدين بس نجيب الحل الأخيرة اللي هي اف سي بيساوي لاست. اذا كان بيساوي في الاخر، اذا كان في الاخر بدي اقول له لاست بيساوي لاست دوت بريفيس، بعدين بدي اقول لاست بيساوي لاست بيساوي لاست دوت بريفيس لاست دوت نيكست بيساوي. هيك انا ايش بقول؟ حذفت العنصر كامل. خلاص تمام، هيك عملنا الديليت. بس خلينا نروح نوضحها بالرسم. اوكي، لو انا بدي احذف العنصر، مثلا لو انا بدي احذف العنصر هذا 15، نفترض ان انا بدي احذف اول شيء بدي احذف 35 في الاول، عبرته 35 هذا العنصر 35، هلا حاعطيه للوكيت حيرجع لي سي اللي هو هنا، يعني سي بتساوي ستارت نفس الادرس صح؟ طيب فبالتالي هخلي الستارت بتساوي ستارت دوت نيكست، ستارت هيأشر هنا بس البريفيس تبعه ما زال 35، فانا بدي اخلي البريفيس تبعه ايش بيساوي؟ بيساوي نول، بكون انا ايش؟ تركت هذا العنصر فصار برا الليست. طيب الحاله الثانيه انه لو انا بدي احذف ال 15، لو انا بدي احذف ال 15 في الوسط، يعني يا اما لاست مش اخر عنصر ولا اول عنصر. طيب فانا برجع
بدنا سي بيساوي لوكيت 15 فسي حيرجع لي ريفرنس على العنصر هذا. اوكي ايش بنقول؟ بنقول سي دوت نيكست دوت بريفيوس، يعني هذا انا بحكي عن المؤشر هذا. ما هو هذا المؤشر زيه زي ستارت ولاست وسي، له هذا المؤشر هذا ريفرنس بأشر على مين؟ له بريفيوس وله نيكست، صح ولا لا؟ وين البريفيوس تبع هذا؟ اللي هو هذا، صح؟ فأنا بقول سي دوت نيكست دوت بريفيوس اللي هو هذا، ايش بيساوي؟ بيساوي سي دوت بريفيوس، يعني هذا ببطل يأشر هنا، بصير يأشر هنا. بكون انا فلتت العنصر هذا ال 15 بس وين؟ في حالة الرجعة. الحين بدي افلته من هنا، صح؟ فكيف بدي اصل لهذا المؤشر؟ هذا مين المؤشر بكون؟ هذا من سي، بكون سي دوت نيكست سوري دوت بريفيوس دوت دوت نيكست، ايش بيساوي؟ بيساوي سي دوت نيكست، يعني انا حذفته هيك بخليه يساوي مين؟ يساوي دوت نيكست هيك. تمام؟ فبكون انا ايش؟ بكون انا انهيت العنصر هذا. بكون البريفيوس هي مؤشر على 10 والنكست تبع ال 10 بيأثر على مين 20، فبالتالي هذا فقد من الاتصال معه. فهيك حذفنا اللي هي الحالة الأخيرة، الحالة الوسط. الآن الحالة الأخيرة لو كان السي رجع لي لوست، لو السي هنا اللي هو بيساوي لوست، كيف حسوي؟ حقول إنه لوست بيساوي إيش؟ بيساوي لوست دوت بريفيوس اللي هو هذا، يعني اللوست صار يأشر على مين؟ على العنصر هذا. تمام؟ بس لسه ما خلصنا. النكست تبع ستارت اللي هو هذا لا زال بيأشر على مين؟ على 20. فأنا بخليه يأشر على مين؟ على نل. وهيك بكون فقدت الاتصال مع مين؟ مع ال 20 لو أنا بدي أحذفه. أوكي؟ بس هذه هي عملية الدليت فيري سمبل بسيطة من ثلاث حالات وإحنا تعاملنا معها. أوكي خلينا نجربها بس. خلينا نعبي داتا اول. اوكي نقول ليست. طيب انا عبيت داتا بالاول، هي 35 10. اوكي 35 هي الاول، بدي احذف ليست دوت ديليت، هي 35 هذا الاول. بناخد عنصر من الوسط كنترول سي اللي هو 15، بدنا ناخذ عنصر في الاخر اللي هو ايش؟ ال 40. بس نطبع لي اياهم بسبليت باكورد فورورد ران. اوكي هي العناصر. بعدين هي حذف مين؟ حذف ال 35 من الاول مش موجود، ومن الاخر 40 مش موجود، ومن الوسط 15 برضه مش موجود هياتهم. اوكي طيب لو احنا حذفنا كمان عنصر مش موجود خالص، تمام؟ انا قلت له 50، فيش عندي 50، شو حيصير في الحاله هذه؟ حيقول لي داتا ار نوت فاوند، مش موجوده له بالنسبه للعنصر 50. اوكي ماشي، يعطيكم العافيه. وهي اللي هي